الجردة يحضر ماتشو وتعرفوا انتوما لا وتعرفوا انتوما في صورة ما إذا كنت انهزمت في مباراة الكاف الكونفدرالية بعد المشكلة اللي صارت مع اللاعبين اللي ما يزيتهمش كان ناس الجردة كيف سيقيل وبعدش كيف قبل كأس العرب كان ناس الجردة باش يقيل وانتصر وقبل مباراة الوداد كان ناس الجردة سيقيل وما انهزمش الحمد لله كما قلت لكم عودوا للتاريخ تاع الرجاء عودوا للتاريخ كرة القدم المغربية أنه المدرب اللي جاء للمغرب أجنبي وعمل 40 مباراة في 4 هزائم. خلينا قرار باننا نتواصلوا مع الاعلام المغربي ما كاينش تعتيم المعلومه اللي خصها توصل وما فيها حتى شي مشكل غتوصل اسرار ديال النادي غتبقى اسرار ديال النادي فاحنا كنطلبوا منكم تنجوما تعاونوا معنا كنادي وما تخرجوش عندنا الاشاعه اللي ما كايناش اللي بغى الخبر كاين المسؤولين على النادي. فيما يخص الاجتماع ديال البارح فكان اول اجتماع رسمي ديال المكتب المديري ديال النادي الرجاء الرياضي درسنا فيه مجموعه من النقاط درسنا فيه المشروع الرياضي درسنا فيه الرؤى المستقبليه ودرسنا فيه الاهداف. طبيعة الحال من بين النقاش وكنت صرحت البارح بان الشابي فهو المدرب ديال النادي الرجاء الرياضي لان كان بينه وبينه واحد الجلسه اللي هي اللي كانت حاسمه ديال اليوم ما كانش مسموح لي ان نصرح بان تم الاستغناء على الشابي وهو مازال كيربطوا بينا عقد ما حد العقد مازال ما تفسخش فكان الشابي دائما مدرب ديال النادي الرجاء الرياضي. في الاجتماع ديال البارح فكان واحد المقطع ديال الفيديو اللي كان وجدوا لنا المدير التقني ديال النادي وكيحدد لنا فيه مسار ديال الشابي مع النادي الرجاء الرياضي المده ديال 7 أشهر. حط لنا هذا الفيديو حط لنا الهويه ديال النادي الرجاء الرياضي فين هي في هذا المسار حط لنا الاحصائيات والارقام فكان مجموعه من المسائل ومجموعه من الاستفسارات اللي كان خاصنا نشوفوهم مع سي الشابي. بطبيعه الحال اليوم كانت الاجتماع ديال الشابي مع اللجنه التقنيه اللي كان كيرأسها رئيس النادي وتم ملي كنقول التوافق والتراضي راه ديال بصح ماشي ديال بالعاني التوافق لان بين الاطراف بجوج ماشي غير نادي الرجاء الرياضي فتا الشابي كانت عنده رغبه انه ينهي المسار ديالو بنادي الرجاء الرياضي. طبيعه الحال خدا جميع المستحقات ديالو عن طريق شيك وتم فسخ العقد بالتراضي وكما شتو راه خرجوا الصور في مواقع التواصل الاجتماعي وكنبغيو نشكروا السي الشابي على المده اللي قضاها معنا كنادي الرجاء الرياضي لانه جا في واحد الفتره ما يصطلع تسميتها فتره الازمه ما كانت سهله كان وقفات كان احتجاجات كان الجمهور غاضب على النادي الرجاء الرياضي وعلى الفريق الاول. جاء الشابي الحمد لله ربحنا معاه كاف ربحنا معاه كاس محمد السادس اللي هي غاليه حنا كنادي الرجاء الرياضي فكانت حاصله معايا حاصله ايجابيه ولكن حتى الشابي راه جا الشابي اللي جا الرجاء ماشي هو الشابي اللي خرج من الرجاء خرج بلقبين خرج بسيره ذاتيه قويه وكنظن انه غتكون عنده مسيره موفقه وكنتمنوا ليه التوفيق ولكن حنا كنادي الرجاء الرياضي كنظن بان المشروع والاهداف اللي جينا نحققوها كمكتب مديري فكنظن ان الشابي ما كيتواجدش في هذا المشروع الرياضي وكنتمنى هذا النداء للجماهير ديال نادي الرجاء الرياضي بانهم يثقوا فينا كمكتب مديري كنتحمل كامل المسؤوليه في الخيارات ديالنا كنقولها وكنعلن عليها المسؤوليه في اختيار مدرب اللي غادي يكون من بعد السي الشابي فكنظن ان خصها توفر في واحد المواصفات لان عندنا اهداف اللي هي عصبه الابطال البطوله كاس العرش خاصه عصبه الابطال فغير مسموح لنا كنادي الرجاء الرياضي اننا مده هذه وحنا غايبين على هذا الكاس فالهدف الاول ديالنا هو ان عصبه الابطال الكاس الرابعه خصنا ان شاء الله نديروا الانتدابات وزينه نديروا الانتدابات في المستوى نجيبوا واحد المدرب اللي يكون عالمي لان كنشوفوا دابا في مواقع التواصل انا اللي كنطلب من جماهير يكون ورانا كمكتب مسير هذا المكتب اللي كاين دابا هو اللي كيمثل مؤسسه ديال النادي الرجاء الرياضي فنداءنا للجماهير بغيناش التفريقه بغيناهم يكونوا معنا بغيناهم يحملونا المسؤوليه ويخلونا نخدموا لان الهموم ديال الجماهير هي الهموم ديالنا عارفين ان التركيب البشري خاصه انتدابات عارفين بان الانتداب اللي جا خصو يكون قد اسم ديال النادي الرجاء الرياضي غير مسموح لنا اليوم صراحه بالغلط غير مسموح لنا اليوم باننا نجيبوا اجنبي وريح بونتوش غير مسموح لنا اليوم كمكتب مديري اننا نجيبوا اجنبي ولا افريقي وما يكونش في لا ليست ديال 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 المقابله فاحنا واعون بالمسؤوليه اللي علينا كنتمنوا التوفيق لنا كنادي الرجاء الرياضي وكنتمنوا التوفيق للسي الشابي المدرب السابق.